للحديث أكثر معنا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي السوداني خالد التيجاني. أستاذ خالد أهلا وسهلا بك. بداية، ما رأيكم بهذه المبادرة التي صدرت عن دجلو، خاصة بالتزامن مع أول جولة قيل أنه البرهان سيقوم بها وتقوده إلى مصر والسعودية؟ أهلا ومرحبا. أول ما بتبادر إلى ذهني عندما قرأت هذه المبادرة، يعني كان السؤال في ذهني، هل هي فعلا صادرة عن الدجلو؟ هل هي صادرة عن حميتي؟ فعلا في تقديري يعني أن من يقرأ مضمون هذه المبادرة يكتشف لا يجد فيها جديدا، هي حقيقة نفس الأفكار ونفس الأطروحات التي كانت، يعني من يعرف أدبيات السياسة السودانية يعرف أن هذه ليست أفكار جديدة، طرحت من قبل على عهد الراحل جون غارن، وكانت واحدة من الأسباب التي أدت إلى تقسيم السودان، صارت قضايا متعلقة بعنف الدولة، الكلام عن التهميش وغيرها، وكل هذه الأشياء حقيقة ليست جديدة، كلها مطروحة وطرحت كثيرا، فبالتالي ليس هناك جديد، ولكن لغة هذه الورقة يعني تشير إلى أن أطراف ربما أخرى ليست هي من الدعم السريع، هي من يعني كتبت هذه الأفكار ويعني أوردتها على لسان دجلو، خاصة إذا علمنا أن من يتابع أدبيات الدعم السريع هي ليست كانت طابع سياسي، وأيضا لم يكن أصلا دجلو في خطاباته الكثيرة يعني يتحدث عن هذه القضايا، وبالتالي هي محاولة في تقديري في إطار يعني حراك شهدناه من بعض القوى المعارضة، في يعني الإطار الحراك الذي أحدثه تحركات البرهان مؤخرا، وبالتالي بدأ الحديث أكثر عن يعني قضايا مبادرة سياسية وغيرها، ولكن الجيش حتى الآن لم يعني يشير من بعيد أو قريب إلى أي مبادرة جديدة لديه فيما يتعلق بالوضع السياسي. نعرف فيما يتعلق بالجانب العسكري أن هناك أصلا يعني اتفاق جدا الإنساني هو الذي حدد أطر المعالجة العسكرية لهذا الوضع، وفيه التزامات محددة بالنسبة للدعم السريع، وبالتالي يجب أن لا يكون هناك خلط الأوراق بين العمليات العسكرية وضرورة إنهائها وفق ترتيبات عسكرية وأمنية معروفة، وبين عملية سياسية تتعلق بمستقبل السياسي للسودان. هذه قضية هم الشعب السوداني، وبالتالي هو الوحيد الذي يملك الحق في تشكيل وتحديد مستقبله السياسي. طيب، ولكن إذا ما أخذنا الشق العسكري أكثر، يعني هذه النقاط غير الجديدة كما وصفتها أستاذ خالد، موجودة باتفاقيات سابقة، ولكن هي المشكلة التي أدت إلى هذه الحرب. يعتبر البعض أنه التفاصيل، كيف سيعمل على دمج هذه القوات المسلحة، بأي ترتيب، وأيضا بهذه المبادرة لدجلو يقول بأنه طرد قوات الدعم السريع بجيش سوداني موحد، ولكن يبقى عنوان عريض، ماذا في التفاصيل أو المضمون؟ نعم، هذه الحرب حقيقة ليست حرب سياسية، هي حرب حقيقة متعلقة بقوة، جزء من القوات المسلحة السودانية. قوات الدعم السريع نشأت بقرار أو بقانون من النظام السابق، وبالتالي لديها التزامات محددة، هي جزء من القوات المسلحة، ولكن في إطار صراع سياسي حاول البعض أن يعطيها نوع من الاستقلالية، وبالتالي في الاتفاق الإطاري كان هناك يعني في المرسوم الدستوري في 2019 تحدث عن أنها تابعة للجيش، وفي 2000 وفي الاتفاق الإطاري كان هناك حديث عن دمجها، الخلاف لم يكن حول الدمج، كان حول فترة الدمج، هل هي في سنتين كما طالب الجيش أم هي 10 سنوات كما طالب حميتي، وبالتالي هي متعلقة بالعلاقة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع كقوة عسكرية، ولكن أصلا ليس هناك أصلا علاقة بين هذه الحرب وبين المتطلبات السياسية، هذا صراع داخل القوات المسلحة مع جزء من تابع لها بحكم القانون. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي السوداني خالد التيجاني، شكرا جزيلا لك.